ما بقول دايما انه لبنان لا في قلب كل مصري الكثير من الحب والاحترام والتقدير، وكلنا يعني اغلبنا بنروح لبنان وبنحب لبنان، ان شاء الله يقدروا ان هم يقفوا امام كل التحديات دي، ولكن تحديات اقتصاديه كبيره، مشكله الكهرباء، مشكله توفير العمله، مشكله توفير الوظائف، مشكله توفير الخبز، كل هذه الاشياء. عايز اوري حضراتكم بس النهارده بعض المتظاهرين نماذج هم كانوا بيقولوا ايه النهارده في قناة العربية. كان زميلنا الأستاذ حسين قنيبر كان واقف مع بعض المتظاهرين وهم بيتكلموا، عايز أوريكم نوعية الناس اللي كانت موجودة في المظاهرات وهم بيقولوا إيه وموقفهم إيه. نتفرج على الفيديو ونرجع تاني. إن هو عم يدور من 3 سنين من بلد لبلد، وإنه هو عم يجرب يعمل شيء بس في وضع خارجي فرض عليه، بينعك هالكلام؟ الحرير طلب 72 ساعة، إذا بثلاث سنين ما عملنا شيء بهال 72 ساعة شو راح يعمل لي أنا وكل هالشباب؟ مظبوط، خلصنا بقى، نحن شعب موجوع، نحن عالم موجوعين، عم نموت كل يوم، لقمة أكل ما معنا ناكل، أنتوا قاعدين ببيوتكم، خلصنا بقى. وكلام الوزير باسيل من شوي إنه مستعدين لإقرار قوانين لحماية السرية المصرفية واستعادة الأموال المنهوبة، بينعك؟ أكيد لا، طبعا لا، طبعا لا، هن أصلا أموالهم منا موجودة بلبنان، كلها موجودة برا. هيدا أولا. ثانيا أنا ما بيهمني، ما أخر إذا كل هن أصلا 128 واحد وفي 30 واحد يعني وزراء ونواب، هن كلهم 158، إذا كل واحد حط 100,000 دولار من يلي نهبهم بالخزينة رجع البلد تمام وعال العال، ما بقى يحطها بالجيبهم، خلصنا بقى. ماشي، بكلمة واحدة معك 10 ثواني، كلام جبران باسيل والرئيس الحريري بينعك؟ طيب حسين سنعود إليك، حسين سنعود إليك، لكن سنعود إلى بشر ميت. نتابع هذه الصور مباشرة من وسط بيروت مع تجدد المواجهة. حضراتكم شايفين ده كان وسط بيروت، وكان في عند القصر الجمهوري في عبدة، كان في اشتباكات في طرابلس، هي مدينة لبنانية أخرى. يعني الوضع ما كانش جيد اليوم، بكرة الصبح إيه اللي هيحصل، إيه الموضوع، هنتابع مع حضراتكم. أنا حبيت بس تعرفوا الحكاية، لأنه دايما بقول لكم إنه لازم تاخد طيارة يعني بعيدة شوية عن القاهرة، ساعة ساعتين لغاية ما تلقى حتة هادية شوية، الدنيا حوالينا مش هادية خالص في أي مكان. فيعني أنا بس حابب حضراتكم تبقوا شايفين الدنيا عاملة إزاي، إيه اللي بيحصل، بيحصل ليه كل هذه الأشياء. طبعا هي معقدة جدا، يعني اللي يعني أنا لست خبيرا، ولكن الواحد من كتر ما بيروح لبنان فهم التركيبة وده مين ودول تبع ايه والشارع ده تبع مين والمنطقة دي تبع مين والراجل بتاع الشاورما ده بتاع مين، كل ده يعني دي مسألة معقدة جدا. بس انا عايز حضراتكم تفهموا القصة ببساطة شديدة جدا، انه النهاردة كان في مشاكل كبيرة جدا في لبنان للأسباب التالية: الكهرباء، التشغيل، الخبز، المعاشات الناس، مرتبات الناس، كل هذه الأشياء هي كانت سبب حقيقي. وفي النهاية للأسف زي ما حضراتكم شايفين نهاية غير جيدة، محدش عارف إيه اللي هيحصل بكرة. في الغالب أنا بقول لحضراتكم في الغالب أنه هذه الوزارة هتستقيل، أنا أظن أن يعني ممكن تيجي وزارة جديدة برئاسة سعد الحريري أيضا، ولكن هذه الوزارة لا يمكن تستمر بالشكل ده. وبكرة نعرف كمان ماذا سيقول حسن نصر الله وما هو موقف حزب الله اللي هو غير واضح على الإطلاق اليوم. خلينا نطلع فاصل إعلاني ونرجع تاني. الفقرة القادمة بقى شوية حكايات بقى في الحلويات، حواديت تانية كتير بتحصل حوالينا في الدنيا، أشياء كثيرة جدا بتجرى وأشياء كثيرة جدا هتجرى بكرة. عايز